ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم حلقة اسرع اسرع سريع اسرع حلقة في الحياة. بسوي معكم كرات الاوريو بالكيري. بالبداية راح اطحن 10 مغلفات بسكوت اوريو بالقشطة اللي داخلها. خليني بفتحها واطحنها وارجع لكم. حطيت البسكوت الحين في محضرة الطعام او الطاحون اللي طحنها. هذا البسكوت بعد ما انطحن راح اضيف له من 6 إلى 7 حبات جبنة كيري. ضفت هنا 7 حبات جبنة كيري. بحط رشة ملح، رشة بسيطة بس تبرز الطعم، يعني مو تكبون ملح. وبرضو نشغل محضرة الطعام. خلاص اوريكم اياه شو شلون، بحيث انكم تقدرون تكورونها. الحين الحلى خلص، راح نكوره وخلاص كذا جاهز يعتبر. ممكن تغمسونه بشوكولاتة وتزينونه بأوريو مطحون بدون قشطة طبعا عشان تزين، لأنه بيصير ملبد بالقشطة. فالتزيين على حسب رغبتكم. الحين راح أكوره وأوريكم الحين شلون. هذا شكل كرات الأوريو، تشوفون شلون. الحين راح أذوب شوكولاتة هالنوع مرة ممتاز بحمام مائي ونغطس فيه الكرات وندخل الثلاجة علشان يتماسك، ونزينه بعدين طبعا بالأوريو المطحون. شوفوا بدأ يذوب لي الشوكولاتة، لأن الموية اللي عبيتها بدأت تفوح بكل سهولة، ولا حواسة تقدور ولا شيء. وغطستها بالشوكولاتة وبعدين الحين بحطها بالصينية. بعد ما غمست الكرات الأوريو بالشوكولاتة طحنت أنا هنا أوريو بدون القشطة، راح أرشها على الوجه للتزيين. طبعا قلت لكم التزيين أنتم يعتمد عليكم وش تحبون. أقصد لما قلت لكم بدون القشطة اللي هي بدون حشوة الأوريو، لأنكم إذا طحنتوا الأوريو بالحشوة حيصير ملبد عليكم، وحنا نبي نزين فيه فنبي زي البودرة زي ما تشوفون كذا. لكن مو مشكلة وقت ما عجناها مع الجبنة، مو مشكلة مع الحشوة، لكن التزيين لا. خلصت الكرات كلها، الحين راح أدخلها الثلاجة عشان تجمد الشوكولاتة وبعدين نقدمها. الميزة في الحلة هذا أنكم تقدرون تسوون قبلها بوقت، يعني قبلها بيوم بيومين، ما يضر أبدا بالثلاجة. يعني لو عندك مناسبة ولا جمعة ولا عندك هزيمة ببيتك سويها قبلها بيومين وفتكي. بالله عليكم في أسرع من هالحلة؟ لا أشوفوا فخامة الشكل ولا أطلق محل حلويات. يلا عاد سووه ووروني تطبيقاتكم وتفننوا عاد بالويكند. لذيذ ترى، يموت. بالعافية.